الثامن نوران حسام النجار. التاسع عمر عبد الحميد فتح الفقي. العاشر فايز محمد الشرقاوي. المستوى الثاني المستوى الثاني حفظ نصف القرآن الكريم، فاز بالمركز الأول الطالبة سلمى هشام قطب العاصمة. الثاني محمد مجدي محمد الشيخ. محمد احمد البياع. الرابع ركان احمد محمد الحوري. الخامس ريماس رضا فايز الشرقاوي. السادس مالك محمد سالم خليفة. السابع فريدة أحمد مصطفى مليقة. الثامن تيمة محمد محمود أبو سالم. التاسع أمنية أحمد شبل القطر. العاشر ملك محمد محمد قباني. فرع الأمهات فازت بالمركز الأول الحاجة هارم محمود محمد السيد فروات. أعزائي متابعي الوطن لايف، زي عرفكم متابعين تكريم حفظ القرآن الكريم، من ضمنهم اثنين من الأمهات اللي تمكنوا من حفظ القرآن الكريم وتجاوزوا الاختبارات، طبعا ليهم جايزتين عمرة، ليهم جايزتين عمرة هيتم تكريمهم بها الآن. ما شاء الله ما شاء الله. الأمهات فازت
المعهد الاول الحاج هاني محمود محمد السيد فروات، وقد اكرمها الله تبارك وتعالى بفضل ترشيح مسابقتنا للفوز بجائزه العمره المقدمه من الحاج محمود فريد شرار. الثاني الحاجة أنصاف إبراهيم حسين دياب، وأكرمها الله تبارك وتعالى أيضا بالعمرة المقدمة من الحاج فخري طارق. الثالث إسلام أحمد عبد الحفيظ الخولي. الرابع دعاء فوز الفوري.